أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحة طلت رمضان. شباب لا تنسون الشحن من متجر ذاكس أوكي، لأنه سوى عروض وتخفيضات استثنائية سواء لشحن لعبة كود موبايل فيما يخص السي بي، فتح الشحن للعبة أباكس ليجند موبايل على متجر ذاكس. فرصتكم شباب لا تضيعوها، راح خليكم الرابط في وصف الفيديو بالإضافة إلى التعليق المثبت. أوكي يلا اخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. اوكي، زي ما شاهدتم العنوان بطولة عربية لصناع المحتوى بدون محتوى. اوكي، راح افسر الموضوع حتى يعني كل جزء يفهم في نطاقه، يعني ونعطي لكل ذي حق حقه. اوكي، واللي ما عندوش حق راح نذكر ذلك. اوكي، لانه انتم عارفين اني اتعامل بشفافية في كل المواضيع اللي انا اسردها. فاولا يا شباب، هذه البطوله اللي تسوت فيما يخص كود موبايل، وهي بطوله عربيه خالصه، تسوت ايضا تحديدا في طور الباتل رويال لبعض صناع المحتوى او بعض المؤثرين خلينا نقول. اما فيما يخص اليوتيوبرز، انا اللي اعرفه هو بس بشار، هذا بس اللي اعرفه انه يوتيوبرز، اما البقيه فهم صناع محتوى غير، يعني ممكن اللي باليوتيوب، ممكن اللي بمنصة أخرى. فهذه البطولة هو بالأساس يا شباب، حتى تكون لكم فكرة، لأنه والله وصلتني رسائل كثير، وبالإضافة يعني حتى اللي كانوا يسووا لي منشن في الموقع العربي اللي يخص كود موبايل، يعني سواء كان على تويتر أو على حتى انستغرام. هذه البطولة يا شباب هي متاحة فقط بالشرق الأوسط، ولو أنه يعني تم إدراجه سرد كلمة أنه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن ما فيش. خلونا نتكلم زين فيما يخص هذه البطولة، احنا ما عندنا اي مشكل مع اي شخص ومع اي منصة، لكن حبيت اعطيكم حتى تفهمون ايش اللي صار وليش هم يعني حتى اللعبة ما اخذت من صناع المحتوى العرب، يعني نتكلم عن اليوتيوبرز اللي هم اختصاصهم في لعبة كود موبايل، واخذت ناس يعني زي ما شاهدت بعد التعليقات، واخذت ناس ما عندهم علاقة باي شيء مع لعبة كود موبايل، اي بمعنى انه يعني حتى شاهدت بعض احد الاشخاص يعني ذكر تعليق، يا اخي والله جايين ضحكون علينا الاجانب وغيره، تلعبوا الناس لعبهم يعني مستوى يعني ما يعني حتى ما نجرح فيهم ولا اي شيء. ليش؟ انه بالاساس هم يعني مش متعودين يلعبون اللعب على الجوال، او ممكن زي يعني بشرك انا عارف مستواه زين، لكن فين زين؟ مش على الجوال. ايضا فيما يخص بقية صنع المحتوى، ما عندي اي فكرة عنهم حتى اكون صريح معكم، لكن تلاحظ انه المستوى رد الفعل وغيره، فاكيد انت ك محترف باللعب، او يعني خلينا ما نقول يعني كمحترف، وانما كلاعب للعبة بالاساس، فانت راح يعني تلاحظ الفرق. فشاهدت انه حتى احد يعني التعليقات يذكر، يا اخي يضحكون علينا الاجانب بهذا المستوى، وليش ما اخذتم في صنع محتوى كثير وعرب ومستواهم كبير جدا وغيره، ليش ما تاخذون منهم وتاخذون ناس يعني ما عندهم اي صيغه او علاقه مع اللعبه. فهو بالاساس يا شباب يعني هي مش الشركه، يعني زي ما لاحظت وزي ما يعني استفسرت عن الموضوع، انه هي مش الشركه يعني مش كود موبايل، او يعني زي ما احنا الدعم العربي حتى ممثلي العرب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، هم مش البطوله اللي فهمتوا انها مش من ضمن، يعني هم اللي سووا هذه البطوله يعني مش تحت رعايتهم بشكل كامل، وإنما هذه البطولة هي لمنصة أخرى هي اللي قامت بهذه المبادرة، يعني بخصوص يعني بشهر رمضان وغيره. وأيضا حتى تقول لكم فكرة يا شباب، هذه البطولة يتم بثها حتى على MBC Action، يتم بثها على حتى على MBC Action، يعني حتى بالنسبة للناس اللي ما عندها فكرة تكون عندها فكرة. طيب راح تسألني هل فيها جوائز مالية أو قيمة مالية، أو من هو من هو الناشر او الممول الرئيسي لهذه البطوله. هذه البطوله يا شباب تمولها او قامت بهذه المبادره هي منصه ويزو، منصه ويزو اي سبورت. هذه المنصه هي خاصه بالالعاب الالكترونيات، يعني هذه المنصه خاصه بالاساس يعني بالالعاب، فهي يعني هذه المنصة تسمح لك أنك يعني تسوي مقاطع صغيرة تنشرها على منصتها، ودوما يعني تكون فيها جوائز شهرية وغيره. بالأساس يعني هذا التطبيق كان موجود عندي حتى بجهازي سابقا، لكن في بعض الشروط اللي ما خلت يعني ما خلتني أستمر بهذا التطبيق.
ضيف الى ذلك انه هو الممول الرئيسي لهذه البطوله ويزو اي سبورت وليست كود موبايل او اكتيفيجن، وانما هما يعني كدعم اكيد انه عندهم فايده. ليش؟ لانه احنا ممكن الغرض او الهدف من هذه البطوله ايضا جلب لاعبين جدد للعبه كود موبايل، لهذا سوى هذا البطولة لاعبين أو صناع محتوى غير صناع المحتوى العرب الأصليين لهذه اللعبة. هذا اللي فهمته أنا والله أعلم، يعني هذا الشيء اللي فهمته. ليش؟ لأنه صناع المحتوى بالأساس العرب يعني عندهم متابعينهم وعندهم ناس تتابعهم من قبل، أوكي، وأكيد أنه المستوى فيه فرق شاسع يعني بين صناع محتوى في لعبة خاصة بهم وصلنا محتوى يعني يدخلون لعبة جديدة. يعني مثلا احنا لو نروح نلعب لعبة فورتنايت مثلا واحنا نلعب كود موبايل فما رح نكون بالمستوى اللي موجودين به هون، اوكي، فمستحيل. فهذا ايضا شيء طبيعي جدا بالنسبة للناس يعني اللي كانت تتعلق انه مستوى هؤلاء الناس او هؤلاء صناع المحتوى يعني ضعيف وغيره. ف يعني يا اخي سوى كانه يعني مسابقه رمضانيه، اوكي، انت تونس وخلاص، يعني تلعب تضحك تونس وخلاص، هذا كل شيء. وزي ما خبرتكم هو لاول مره تصير هذه البطوله، يعني فيها عده حتى اكتيفيجن، انا اللي شاهدت ايضا حتى بالصوره اكتيفيجن كود موبايل، يعني موضوع العلامه اللي تخصهم، العلامه المائيه اللي تخصهم على الصفحة وعلى الصور اللي تخص تنظيم هذه البطولة مع ويزو وإي سبورت وأم بي سي أكشن. لكن زي ما خبرتكم هل لأكتيفيجن النسخة العربية أو الدعم العربي يد في هذه البطولة؟ ما أتوقع، بأمانة ما أتوقع أنه يعني تم تنظيمها من هذه الشركة، لا، اللي تم تنظيمها وبنسبة كبيرة هي منصة ويزو إي سبورت. هذه ليش؟ لأنه هي بالأساس مرات كانت تسوي بطولات، أوكي، وأتمنى ولا أتمنى يعني هذه المنصة تنجح كتير. ليش؟ لأنها يعني ممكن المنصة الوحيدة اللي أنا شايد فيها يعني في الدول وفي المجتمع والعالم العربي اللي عندها مكانة شوي، يعني لو ندعمها شوي، أوكي، والله لو ندعمها شوي. ألا ما يخالف، راح أخليكم بإذن الله رابط تطبيق ويزو في وصف الفيديو بالنسبة للناس اللي تريد تتعرف عليه أكثر، راح أخلي لكم رابطه في وصف الفيديو، اللي يريد يحمله ويشوف يعني الأشياء الموجودة به. ممكن أنت أيضا حتى تحمل تطبيق ويزو تنشر عليه لقطاتك أو بعض اللقطات اللي تكون رهيبة جدا، وإذا حصلت لايكات كتير راح تكسب فلوس يعني على مدار الشهر، أوكي، يعني كل شهر يسوون المسابقة أو السحب، إذا كنت ضمن الفائزين وكان يعني لايكات كتير على مقطعك أو على لقطاتك فأكيد أنك راح تحصل الجائزة. يعني حتى أقول لكم فكرة عن هذا المنصة يا شباب، لأنه أتوقع ممكن بالسعودية أخواننا بالخليج العربي ممكن شوي أقرب، يعني الإمارات السعودية ممكن يعرفون هذا المنصة، أما بشمال إفريقيا أتوقع قليل جدا اللي يعرفون هذا المنصة يا شباب، أوكي. وإحنا يا أخي ما يخالف، إحنا أي شخص يحاول يدعم هذا اللعبة فأكيد إحنا نوقف بصفه ونوقف بجنبه، سواء كان من هذول صناع المحتوى أو كان من حتى منصة ويزو اللي تريد أيضا يعني اللي سوت هذه المبادرة، أتوقع أنها رهيبة جدا، وحبذا لو كانت أيضا حتى بين صناع المحتوى الأصليين للعبة، لكن ممكن هي عندها نظرة أخرى وممكن تم الاتفاق بينها وبين بين شركة أكتيفيجن أيضا الدعم العربي، فممكن على أساس أنهم يكسبون أو يحاولوا يجلبون أيضا لاعبين جدد عرب، ممكن يعني عندهم فكرة وتفاصيل كثيرة عن لعبة كود موبايل، فأكيد أنه ما يخالف. لكن والله دوما يعني ظلت بقلبي شيء، هو أنه لو بآخر مثلا بآخر شيء سووا يعني حتى لقطات ممكن لشباب آخرين لينشرون عن هذا المنصة بلعبة كود موبايل، أخذوا على سبيل المثال افضل اللقطات او غيره ويسوونهم باخر شيء باخر مقطع او حتى قبل بدايه البطوله قبل ما تبلش، يعني التحدي في كل يوم يوضعون لقطات. ليش؟ لانه اللقطات اللي تكون حماسيه اللي تخلي الناس تتحمس على اساس انها تنزل هذه اللعبه وتحاول تدخل هذا المجتمع اللي احنا زي ما خبرتكم انا سابقا انه دوما والله كان بنفسي اني يكبر هذا المجتمع. وليش؟ لانه باعتبارا من اني انه اول شخص كنت انشر عن هذه اللعبه حتى من نسخه الالفا البيتا الموسم ما قبل الاول بري سيزون 1 اللي كان ايضا حتى في سنه 2019 الى غايه الموسم الحالي، يعني والانسان مجتهد ومستمر على اساس انه يحاول ينشر هذه اللعبه قدر المستطاع ولو صار اللي صار وانتم عارفين يعني المشاكل اللي كانت باللعبه وغيره، ولكن والله الحين انا شايفه انه في تحسن
باذن الله. ليش؟ لانه بصراحه المواسنه اللي صارت بالاسلحه انا خلتني استمتع الحين باللعبه، ولو اني يعني بيوم من الايام او بلحظه من اللحظات والله كنت يعني قاب قوسين او ادنى اني اعلن بشكل كامل اني قد يعني اعتزل اللعبه بشكل كامل، لكن الحين اتوقع انه الامور ان شاء الله يا رب. احنا نتمنى انه اللعبة تتطور أكثر وتجلب لاعبين أكثر، حتى إذا ما كان من صناع المحتوى العرب الأصليين فلا تضايقوني يا شباب، أنا أتكلم عن المتابعين اللي يخصونا يعني كمجتمع عربي لصناع محتوى لعبة كود. شباب لا تضايقون، ليش؟ لأنه هذه أيضا فيها فائدة، حتى إذا ما كانوا من نفس صناع المحتوى للعبة فعادي يا شباب، أوكي؟ عادي. ليش؟ لأنه أنت نظرتك ممكن تكون محدودة، أما نظرة الشركات هذول فنظرتهم بعيدة جدا، أوكي؟ هذا كل شيء فيما يخص موضوع البطولة، اللي هذا خبرتكم أنه بطولة صناع محتوى بدون محتوى، يعني بدون محتوى كود موبايل، وليست بدون محتوى هم كقنوات أو كصناع محتوى، لا لا طبعا اكيد، بما انه شخص دخل هذه البطوله فاكيد عنده محتوى وعنده متابعين، واحنا نحترم كل المتابعين ونحترم كل صناع المحتوى، بس حبيت اجاوبكم يا شباب واحط لكم النقاط على الحروف فيما يخص هذه البطوله اللي تم تسويتها من شركه ويزو اي سبورت. الرابط راح اخليه لكم في وصف الفيديو لهذا التطبيق، اللي يريد يستكشف اكثر ويعرف اكثر عن هذا التطبيق، اوكي؟ وراح اخليكم حتى ممكن الحساب اللي يخصهم على تويتر، اللي يريد يدخل يا اخي اهلا وسهلا، اوكي؟ فيلا شباب ما بقى لي، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي في الشرح والحلقه القادمه بحول الله. خلاص جاوبتكم على الموضوع فلا تضيقون يا شباب، وحاولوا تشاهدون المقاطع الاخرى سواء على ام بي سي اكشن او على حتى منصه ويزو، واستمتعوا يا شباب، اوكي؟ استمتعوا واضحكوا شوي، اوكي؟ فيلا دمتم في حلقه وحفظه، نلتقي في الشرح والحلقه القادمه، سلام. If you would like to get exclusive content updates, previews and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty soldiers.